رمضان كريم. أنا اسمي محمد ولي دومو، شاعر ومدير مشاريع ثقافية. اليوم لينقودكم بجولة في مدينتي. مدينتي هي مدينة نواكشوط، ولين نبدأ من المتحف الوطني وهو معايا. أنا فعلا ساكن في مدينة كبيرة ونبقي الحياة المدنية، ولكن ما نشوف خيمة ولو نموذج مصغر ما حنيت للحياة البدوية. لذلك جبتكم هون نشوفوا هذا النموذج للخيمة الموريتانية التقليدية في المتحف الوطني. بغض النظر أن البحر شيء ملهم بالنسبة لي كشاعر وكإنسان، إلا أني أيضا نجي هون لأهداف أخرى، أهداف تعرف على أشخاص جدد كل يوم. محطة مهمة من المحطات الرمضانية، نشوف الكادحين، نشوف الناس، علاقة الإنسان بالبحر. الله أكبر الله أكبر. حالا وصلنا لأهم لحظة في نهار اليوم الرمضاني، لحظة الفطور. أنا طبعا متعود نتشارك هذه اللحظة مع الأصدقاء، مع المقربين، مع العائلة. وأهم عندي عنصر في وجبة الفطور هو النشا، وهي شربة محلية، وأيضا الشنين هو مشروب محلي يعتمد على اللبن الرائب، وأكيد أكيد أكيد كاس النتاي ونعناع. الشعر شيء مهم في حياتي أنا شخصيا وفي حياة الموريتانيين عموما. فرمضان بعض الأمسيات نحيوهم بالشعر. الآن نختار ونحضر الأمسية شعرية معدلة في بيت الشعر المكشوف. تملك على الرجل قلبه وتجحر لبه لما ملئت به من زائدة. وطبعا نختم نهارنا الرمضاني اليوم بالوجبة المحلية مار والحوت. رمضان كريم.